مرحبا برج الحوت، أهلا فيك. فقراتك العام، القراءة راح تكون حق الطالع الشمسي وأيضا القمري. عزيزي برج الحوت، راح أبتدي معاك بالجانب العملي، ومن ثم نلقي نظرة على وضعك العاطفي، وننتهي بالأخبار القادمة في طريقك خلال هذا الشهر. الوضع العملي ممكن يكون الدراسة، المشاريع، البزنس، وحتى الوظيفة. أول كرت هنا عندنا راح يكون تبع الطاقة الحالية، الإمبراطور. حدد هدفك، وصلت إلى مرحلة يا برج الحوت تستحق فيها أن تقوم، أو لك القدرة أن تقوم باتخاذ قراراتك الخاصة. ولكن أنا أشوف برج الحوت هنا ما في أحد يتفضل عليك بهاي المكانة، هذه المكانة أنت حققتها لنفسك بسبب اجتهادك، بسبب صبرت كثيرا من أجل أن تنول شهادة معينة، وظيفة، أو حتى أموال. أنت تعبت. الإمبراطور لا يستيقظ على منصبه بين يوم وليلة، في اجتهاد، في سنين من العمل والتدريب. اجتهدت وإن شاء الله راح تبتدي. ما راح أقول لك هني ما أشوفك تحصد ثمار كثر ما أنك قاعد تعيش امتيازات يعطيك إياها هذا المنصب، هذه المكانة الاجتماعية أو حتى الوظيفية الجديدة اللي أنت راح تحصل عليها بداية بهذا الشهر، هي نتيجة تعبك وجهدك لوحدك. الطاقة اللي طالع منها يا برج الحوت، طاقة برج الثور. هنا عندنا الحمل في الإمبراطور، وهنا برج الثور الهايروفانت أو المأذون. نعم أشوفك هني أنت تعرف لما يقولون بالإنجليزي I paid my dues، دفعت الثمن اللي لازم أن أدفعه من أجل أن أنجح، من أجل أن أكون يعني إنسان أستطيع أن أتخذ قراراتي الخاصة. عندك نوع من الاستقلالية راح تتمتع أيضا فيها خلال هذا الشهر. طاقة المستقبل، برج السرطان، ثلاث كارتات رئيسية من التارو. العربة، أشوف هنا يا برج الحوت ينتظرك إما سفر سوري إما سفر سفر أو انتقال. عندنا هنا بعضكم راح يحاولون يحصلون على رخصة، ممكن تكون رخصة لمزاولة مهنة معينة، شهادة احترافية. بعضكم يحاولون أن يتدربون من أجل السياقة، ينتقلون، يضطرون هني أن ينتقلون من مدينة إلى مدينة من أجل الجامعة. عندك انتقال سواء كان جسدي أو حتى في الحياة بشكل عام، يعني تنتقل مثلا من تلميذ إلى موظف، من تلميذ ثانوية إلى تلميذ جامعة، من موظف إلى منصب آخر. عندك انتقال جميل جميل خلال هذا الشهر. الطاقة اللي راح تحتاجها تسعة الأغصان، تسعة الأغصان. مثل ما قلت لك، ليش ابتديت هنا معاك القراءة أقول لك ما في أحد عطاك أو تفضل عليك بالامتيازات اللي راح تبتدي تعيشها. فهني لا تحس في هذا الكارت يقول لك لا تحس أنك مدين للآخرين بأي شيء. خلينا نشوف النتيجة. عشرة السيوف، في أشخاص راح يحسون هني، ولكن ما عليك أنت، مش مشكلتك. في أشخاص راح يبتدون يقولون برج الحوت تغير علينا، برج الحوت من حصل على الوظيفة الفلانية أو افتتح المشروع الفلاني، أوكي تغير علينا، صار شايف حالة، طلعت ألوان الحقيقية. ولكن ما عليك من هذا الكلام كله، ما عليك من الذنب اللي يحاولون ان يحسسونك فيه، لان عزيزي مثل ما اشوف هني امتيازات استقلالية، حتى مو فقط امتيازات مادية، امتيازات راح تحصل عليها بسبب قاعد ترتفع عتبة، مش خطوة، عتبة كاملة انت على وشك ان ترتفع لها خلال هذا الشهر. لا تنسون احنا مقبلين على العطلة الصيفية، الكثير من الاشخاص راح يسافرون، نعم،
وايضا الكثير من التلاميذ راح ينتقلون من مرحله الى مرحله اعلى. خلينا نوضح الكروت. الامبراطور ثمان الخماسيات شنو قلت لك؟ العمل المضني، التركيز في العمل. احنا نعمل والناس قاعدين يستمتعون، يخرجون، يتسامرون. احنا كنا نقضي كل وقتنا وجهدنا وتركيزنا في العمل. هذا هو كأنما اللي قاعدة أشوف الحكاية وراء النجاحات اللي راح تأتي في طريقك، وراء الراحة اللي أنت راح تكون مستعد أن تعيشها بداية من هذا الشهر. خلينا نوضح كرت برج الثور وهو المألوف. نفس الشيء، العالم، السفر، الارتحال، الانتقال. هذا كرت أيضا يعني التخرج. أشوف هني، لا تنسى أنك يا برج الحوت كرتك هو في التارو القمر وأيضا الهاي بريستس وهي العالمة. كروت تحيطها الكثير من الغموض، طاقة الغموض، طاقة الأمور اللي خلف الكواليس. أشوف هني عملك نفسه، اجتهادك لأن تحصل على مرادك كان دائما خلف الكواليس. من أجل ذلك يمكن هؤلاء الناس مش واعين أن أنت كنت تجتهد. ليش؟ لما أنت هني قاعد تجتهد أشوفك في وقت الناس فيه ساهين عنك، ما يلاحظونك في وقت الليل، في وقت هم بعيدين عنك فيه. من أجل ذلك يستيقظون يوم من الأيام يقولون برج الحوت حصل على كل شيء بسهولة، على القبول في الجامعة، نجح في امتحانات الجامعة، أو نجح حتى في مقابلة العمل الجديد. مهما كان الوضع لك خذ القراءة بما يناسبك. خلنا نشوف العربة. كرت برج السرطان، عندنا هني كرتين طاقتهم نارية، ممكن يكون حمل، أسد، وقوس. فارس الأرض، الفارس الحذر البطيء، عكس طاقة العربة. العربة دائما تمثل الاندفاع والسرعة. هني قاعدة أشوف، تعرف تأتي لنا أوقات في الحياة يا برج الحوت النمو فيها يكون بطيء. أنت الحمد لله خارج من هذه المرحلة، خرجت، بعضكم خرجوا وبعضكم على وشك أن يخرجوا. تخرجون من المرحلة اللي تعرف أنت تحاول كثيرا ولكن نتائج أو المقابل اللي تحصل عليه مقابل اجتهادك قليل، قليل وبطيء، وما يدر عليك الكثير من النتائج بسرعة، ما تحصل على الكثير من الأموال بسرعة. كانت فترة متعبة في الماضي، ولكن كل هذا رح يتوقف أو يتغير ابتداء إن شاء الله بهذا الشهر. نوضح. تسعة الأغصان، خمسة الخماسيات. خمسة الخماسيات أو الرقم خمسة هو دائما رقم الافتقار. هذا الكرت أيضا يقول لنا إحنا مش المفروض علينا أن نسمح للمشردين، الأشخاص اللي الحين صاروا يعرفون قدرنا ويعرفون مكانتنا ومنصبنا، نسمح لهم بالدخول والولوج في حياتنا. لأن عندك فوقها كرت يقول ممنوع الاقتراب، ممنوع الاقتراب. مثل ما أنت، وإن كانوا محتاجين الأشخاص اللي راح يطلبون منك المساعدة أو حتى يطلبوا الاقتراب منك في الفترة القادمة، يريدون أن يقتربون من شخص ابتدى يحقق نجاحات في حياته العملية. لأن هني أشوفهم كأنما لم يؤمنوا فيك لما أنت كنت بحاجة، لما أنت كنت في هذا الموقف هم لم يساعدوك ولم يؤمنوا فيك. آخر كرت اللي يسألوني ليش لما تسقط الأوراق ما أخذها كلها، لما تسقط تكون بهذا الشكل ما أخذها، لما تنقلب وأحس أنها تخص القراءة أخذها. فكل الموضوع يخص نيتي الخاصة في أخذ الأوراق. آخر كرت، انتهاء مرحلة مؤلمة عندك، عشرة السيوف، ولكن يتبعها لم الشمل. هذا الكرت دائما يعني لي اجتماع السعادة، لأن هذا كرت اللمة في البيت، السعادة الأسرية، وجانبه الفرصة الجديدة، الأموال القادمة في الطريق. كأنما قاعد أشوف هني، وهذه طاقة جدا جميلة يا برج الحوت، أنت من الأبراج الوفية، خصوصا لما تكون طاقتك إيجابية، لما تكون في عنصرك الإيجابي، من الأبراج اللي الكريمة السخية اللي تعطي ولكن تعطي لمن تحب. قاعد أشوف هني أول، مثلا أول ما تدخل الجامعة
أول ما تحصل على أول راتب، أول مرتب، أول دخل، أول شهر من مشروعك الجديد، على طول راح تأخذه وتتشاركه مع الأشخاص اللي تحبهم، تتشاركه مع الأشخاص، مش هني الأشخاص اللي لم يؤمنوا فيك وكانوا دائما ضدك أو ينتقدونك، ومن ثم حين يطالبون أن يدخلون في حياتك ويحصلون على جزء من هذا النجاح يتشاركون معك ويعيشون معك هاي النجاح. لا، هؤلاء الأشخاص هم ممكن جدا من المقربين اللي يحبونك ويحبون يشوفونك ناجح وبخير، الأشخاص اللي يدعون لك بالتوفيق، الأهل، الأم، الإخوان، الخوات، الزوج إذا كان موجود، الأب، الجدة والجد، هاي النوع من الطاقة اللي جدا مقربين وانت واثق 1000000% انه دائما يريدون ويتمنون لك الخير. او هذه ممكن حتى تكون النصيحة لك، ان نعم في اشخاص انت عارفهم لازم تتركهم بعيد عنك، ما تعطيهم مجال يدخلون حياتك يتشاركون معك، ولكن في اشخاص اللي وقفوا معك من البداية وساندوك كن كريما معهم، تذكرهم، لأن عندما أنت شوفك هنا يا برج الحوت كنت لا تملك شيء، كنت قاعد تمر في صعاب، هؤلاء الأشخاص قدموا لك كل ما يملكونه، وهي فعلا بالطاقة هذه العامة دائما هي طاقة الأم، الأب، دائما هم لا يملكون الكثير ولكن يعطونك كل ما يملكون. تذكر هذا الموضوع أو تذكر هاي الطاقة في أول نجاح، أول اجتياز، أول مرتب أو أموال تأتي في طريقك. هذه كانت رسالتك العملية. راح انتقل الحين إلى القراءة العاطفية العامة. مثل ما عودتكم القراءة العاطفية المفصلة راح تكون إن شاء الله في فيديو منفصل خلال شهر يونيو. وأيضا القراءة العاطفية ممكن تكون جدا معكوسة، يعني لما أتكلم عن الشريك احتمال اني اتكلم عنك وايضا العكس. باخذ الجانب اللي يناسبك من القراءة. قاعد اشوف حب جديد واعجاب جديد، مو قلت لك انت راح تنتقل في الحياة العملية، في انتقالك للمكان الجديد سواء كان جامعة، مشروع تديرة، وظيفة جديدة، في شخص راح يعجب فيك بغض النظر من اللي موجود عندك في الماضي، هذا شخص جدا جديد تقع عيناه عليك ومن أول يوم يدرك أنه هو جدا معجب فيك. عشرة الأغصان، كأنما أشوفك هني أنت اللي يا برج الحوت ما عندك مجال تستوعب الحب أو الإعجاب، مش منفتح من أجل الحب. هل مريت بتجارب أو ماخذ فكرة سيئة عن العلاقات بشكل عام؟ عشرة الأكواب، نعم لازم تترك هني، إذا ما تنهي الطاقة القديمة عندك، طاقة الخذلان، طاقة الألم، طاقة اللي أنا جربت أحب من قبل، جربت أرتبط من قبل وما أتاني إلا الأذية من الناس، عندك هاي النوع من الطاقة، تتذكر الماضي وشلون أثر عليك الماضي وتقول ما أريد بعد، ما أبي مرة ثانية، أريد أدخل في حب وأريد أخسر، توني الحين أنا مستعد لبداية جديدة. ولكن هني الرسالة لك مقابل عشر الأغصان عشر الأكواب، إذا إحنا ما نخاطر ما نقدر نحصل على مرادنا. الإنسان ما يحصل على اللي في باله، الأمنية، إنزين، عن طريق أنه يظل قاعد مكانه وينتظر الحب أنه هو يدق بابه ويكون هو دائما مثلا ممتنع. تسعة الأكواب، هذا شيء أنت لطالما تمنيته، لطالما تمنيته، ولكن راح يأتيك في وقت، يدق بابك في وقت انت ما تتوقع. شوف عندنا الكثير من طاقة الماء، ولكن الشيء الوحيد اللي لازم تسويه ان انت تكون منفتح من اجل الحب. ثلاثة الاكواب، الاحتفال، اشوفه هذا شخص ما يحب لف ودور مثل العلاقات او التجارب السيئة اللي انت مريت فيها في السابق، هذا شخص أحب يدخل في الموضوع دغري ويوضح مشاعره أيضا بسرعة. هنا عندنا كارت الاحتفال يبين لي أنه بسرعة يتجه نحوك، يبين لك مشاعره، يعطيك اهتمام، الكثير من الاهتمام، يغرقك بالاهتمام خصوصا أمام الناس، أحب أن يبين مكانتك في قلبه أمام الناس. هذا هو الشخص اللي ممكن يكون توه
دخل في حياتك أشوف نيته جدا ممتازة وطيبة، وممكن على وشك أن يدخل. نوضح الكرتات. الكوب الأول ملكة الأرض، احتمال أنها من برج ترابي. أشوف هني طاقة الماء، ممكن يكون أيضا برج مائي ولكن الطاقة الترابية أقوى عندي. عذراء دلو سوري عذراء جدي وثور. لا تنسى أن في قراءتك العملية كان عندنا كارت برج الثور المأذون هني. أنت هني كأنا ما قاعدة أشوفك تفكر، يمكن في فارق سن بينكم أو فارق في المنصب، فارق في البيئة، في فرق ما بين طاقة الماء وطاقة التراب، فارق ديني مذهبي، فارق في الجنسية. حتى قاعد تفكر ليش هذا الشخص، تشوف أن إنسان زين، تتساءل مع نفسك ليش مرتبط، ليش الحين قرر يرتبط فيني أنا، لماذا اختارني أنا. عندك شوية طاقة شك في نوايا. هذه هي طاقة عدم السماح بالاقتراب، الدفاع اللي قلت لك لازم تخرج منها عشان تحصل على أمنيتك في الحب، الأمنية اللي يمكن استسلمت عنها من وقت طويل. التمبرنس، التوازن، الاعتدال. هني كأنه ما يقول لك، هذا أيضا كرت يعني الصبر. ساعات إحنا نتمنى، وأيضا الملاك في يدك وبين قاعد يوازنهم، ساعات إحنا نتمنى يا برج الحوت، ساعات نتمنى أشياء ونكون مستعدين لها وما تأتينا، ما تأتينا. لازم نكون هني أيضا قاعدة أشوف الإيمان، نؤمن أن في الوقت المناسب بالشكل المناسب رح نلتقي الشريك اللي يستحقنا. فهني كأنه ما يقول لك لا تخطأ بالخلط بين العلاقات السابقة اللي مريت فيها بتجارب سيئة، أشخاص غير جادين، أشخاص أشوفهم هني، أشخاص شنو اللي جرحك وتعبك أن هاي الأشخاص، العلاقات السابقة، الشريك السابق كان غير مستعد أن يحارب من أجلك، دائما ينسحب، دائما يتركك أن تواجه الظروف والمصاعب لوحدك. هني يقول لك لا تزر في هاي الكوب، قاعدة أشوف في هالكرت، لا تزر وازرة وزر أخرى. مش كل الناس على شاكلة واحدة ومش كل أصابعك سوا، لأن جدا الشخص القادم في طريقك أشوفه شخص إن شاء الله جاد وممتاز خلقا وخلقا، سوري خلقا وخلقا. خلينا نشوف تسعة الأكواب. تسعة الأكواب أوضح من كذي ما في. دائما تسعة الأكواب رقم تسعة هو رقم الشيء الفردي، يعني واحد، خلينا نقول التسعة هو الواحد. أمنية واحدة قديمة عندك بخصوص الحب، بخصوص لما كانت مشاعرك لحد الآن غير مخذولة بشكل عام تجاه الحب، لما كنت لحد الآن تؤمن بفكرة الحب نفسها. نعم ما صار لك نصيب في السابق، ولكن الحين الحب نفسه قاعد يطرق أبوابك. هل راح ترفض شيء أنت لطالما تمنيته؟ نوضح آخر كرت. هنا عندنا كارت برج الميزان، العدالة كارت برج الميزان، وأيضا الإمبراطورة كارت برج الميزان. هذا شخص قلت لك من البداية حتى قبل أن أشوف الكارتات التوضيحية في ثلاث الأكواب، قلت لك هنا يريد أن يدخل من الباب على طول، جاد على طول واضح. أشوف هنا قاعدة أتكلم مع شخص من برج الحوت، عانى في علاقة سابقة مع شخص سابق، نوعية الشريك السابق كان جدا عكس الشريك القادم في طريقك. الشريك السابق مثل ما قلت لك انسحابي، ما يحارب من أجلك، ما يثبت أي شيء من أجلك، يخليك دائما لوحدك في مواجهة المصاعب، غير جاد أول ما تكلم عن الارتباط أو تحاول أن تدفع معاه موضوع الارتباط، تشوف منه طاقة انسحاب، طاقة أنت لوحدك في هذا الموضوع. الشريك القادم اللي أشوف أنه راح تلتقي فيه عن طريق العمل الجديد أو المرحلة الجديدة اللي أنت مقبل عليها، شريك جدا ناضج، واثق مما يريد وعلى طول يروح لما يريد. ليش؟ لأن عندنا هنا كرت الاحتفال، يحتفل فيك أمام الناس بمكانتك،
يبين ما يداري، ما يخبيك عن الناس، يقول يسوي نفسه ما يعرفك، لا واضح في إعجابه لك، وعلى طول تحتكرت العدالة، الأمور القانونية، عقد الزواج الرسمي، وتحته كرت الإمبراطورة وهي الإمرأة الحامل. نيته واضحة، إنسان دغري مثل ما نقول، ما عنده يمين يسار. يمكن أنت هني شوي تستغرب بسبب فارق السن، فارق الجنسية، تحس إن مثلا مواصفاته جيدة، فلماذا لم يرتبط فيه؟ لماذا لم يرتبط قبل أن يلتقيك؟ أنت هني كذي قاعدة أشوفك تفكر. ولكن هذا الشخص لم يجد الشريك المثالي، لم يجد الشريك المثالي. أنت هني قاعدة تفكر في أسباب لماذا؟ إيش معنى أنا؟ لما أنت تكون الشريك المثالي بالنسبة له، وفي بينكم نصيب وتوفيق من الله، الموضوع طبيعي راح يمشي بالسرعة اللي قاعدين نشوفها في القراءة. كرت العدالة، قاعدين أشوف إن هذا الشخص على طول مستعد أو عنده نية واضحة أن يتوجه إلى المأذون اللي شفناه هني، مأذون الزواج، الوالد، الوالدة، ويكلمهم في موضوع الارتباط الرسمي. يريد، هذا دائما إنسان يعني شوية ملتزم، جاد وملتزم، يريد أن يدخل معاك البيت من بابه، كأنما حتى ما يريد، مو مهتم في العلاقة والحب قبل الزواج. نعم في إعجاب قبل الزواج، يريد أن يدخل على طول في الزواج نفسه. وعندنا كارت الإمبراطورة، إذا أنت وافقت على هذا العرض، أتوقع إن شاء الله يا برج الحوت إنه راح يكون في حمل سريع. مو بس حمل سريع، هنا يتكلم هذا الكارت عن الوفرة. مو أنت هنا قلت لك مجرد إعجاب قبل الزواج، ولكن بعد العشرة الأمور راح تمشي بينكم، وفي العشرة راح تتطور بينكم العلاقة والأحاسيس والارتباط بشكل جدا سريع، بشكل يتخطى توقعاتك، أفضل من توقعاتك. أوكي عزيزي برج الحوت، هذه كانت قراءتك العاطفية. راح ننظر إلى الأخبار القادمة في طريقك، ممكن تكون أخبار متعلقة بفحوصات، بتأشيرة عمل، بطلب هجرة، موافقة على مشروع، أي أخبار أنت بانتظارها. ملك الأكواب، في خبر بالموافقة، مو فقط الموافقة، راح يكون في ثقة من هاي الأشخاص بأنك تكون على قد المهمة. اللي بعده، هذا كرتك أنت، كرت العالمة، موافقة عليك. ممكن جدا ان تكون تحاول تدخل مثل ما قلت لك الجامعة، تحصل على وظيفة، لان هني اشوف الموافقة شخصية باسمك، باسمك الخاص، مو باسم شركة، باسمك الخاص، تنقبل في وظيفة، تنقبل في، او حتى هني قاعدة اشوف ينادونك بالاسم. هل انت بانتظار مثلا حفل تخرج؟ ينادونك بالاسم، يمكن في هني شركة توظيف، أو شخص لاحظ أدائك من بعيد انتبه لك، فقبل حتى أن تعرض نفسك عليه، تريد أن تقدم يعني على الوظيفة، على الجامعة، وهم ينادونك بالاسم أو يطلبونك بالاسم. أوكي، أربع الخماسيات، قاعد شوية أنت أشوفك هني تعاين كل خياراتك، تريد أن تختار الأفضل لنفسك، ما تريد تتسرع في اتخاذ القرار. عشرة الأكواب مرة أخرى، نعم، لأن أشوف هني أنت تفكر أن القرار اللي راح تأخذه في هاي المرحلة، في الجامعة، الوظيفة، الجانب العملي، راح يتأثر على حياتك بأطولها، على المدى الطويل، فأشوفك هني شوية حذر وما تريد أن تتسرع في اتخاذ القرار، ولكن قرار تأثيرات راح تكون إن شاء الله جدا إيجابية. آخر كرت فارس السيوف، هل أنت خائف من المسؤولية؟
ما أدري، هل أنت خائف من الانتقال؟ عندك شوية خوف أيضا، هالكرتين يبينون لي أنك خائف، مش خائف كثر ما عندك شوية قليل جدا ترقب من المستقبل، لأنك داخل في مرحلة جديدة، منتقل مثلا من مرحلة ثانوية إلى جامعية، من مرحلة خريج إلى مرحلة موظف، فعندك شوية تريد أن تبهر الناس، تريد أن تثبت نفسك، عندك مهمة تريد أن تحققها. ففي الفترة القادمة أيضا النصيحة لك أن تكون مركز، مركز وجاد وعلى قدر المهمة في هاي الموضوع. راح أشوف لك الكرت التحذيري تبع الطاقة التحذيرية لهاي الشهر. The River Queen، بالضبط ملكة النهر. 3+6=9. قلت لك هذا الشهر عبارة عن راح تحصل على امتيازات بسبب جهودك الفردية، وراح تدخل في المرحلة الجديدة أيضا منفرد. النجاح اللي أنت مقبل عليه فردي. إني أتكلم لك عن الفلو، الحركة الانسيابية، لأن طبعا طاقة الماء وهي طاقتك الطبيعية هي حركة طبيعية، ما ندفعها ما نتحكم فيها، الماء ينساب. letting go، لازم ندع أمور قديمة تمضي إن كان في حياتنا. هني قاعد يقول لك لا تخلي اللي حدث في الماضي يأثر أو يحكم عليك أنت، حتى يحكم عليك شلون تنتقل إلى المرحلة التالية. تحمل معاك نوع من المتاع القديم من المرحلة السابقة. natural movement، الحركة بصورة طبيعية. لا تحاول انك مثل ما نقول، هني قاعدة اشوفك راح تدخل في طاقة مش طاقتك، تريد ان تثبت نفسك، تريد ان تكون جاد، تكون جاد، تريد ان تثبت نفسك في المرحلة القادمة. هني النصيحة لك ان انت ما لازم تسوي اي شيء زيادة عن الامور اللي كنت تسويها في السابق. يعني إذا كنت دائما مجتهد في الدراسة في العمل، تصرف على طبيعتك. هذا الكرت يقول لي تصرف على طبيعتك، لأن الماء هو عنصرك الطبيعي. هني أشوفك قاعدة تحاول تاخذ طاقة هوائية، طاقة العقل، الذكاء، تحاول تثبت نفسك، تتصرف بذكاء في مثلا المقابلة الوظيفية. لا تطلع من طاقتك، طاقتك هي أفضل. ليش أقولك طاقتك؟ لو أتى برج هوائي وحاول أن يأخذ شوية طاقة ماء، شوية طاقة مائية مثلا عشان ينجز فيها شيء معين، ممكن. ولكن لازم تدرك أن لا البرج الهوائي رح يتمكن من الطاقة المائية مثلك أنت، ولا أنت رح تتمكن من الطاقة الهوائية مثل البرج الهوائي نفسه. فكل واحد عنده سيطرة وتحكم أقوى على الطاقة اللي انولد فيها. كن على طبيعتك، لا تحاول تتصنع ولا تحاول تمشي على خطى شخص آخر. تشوف مثلا ابن عمك، زميلتك في الدراسة، حتى هذا هو التحذير حين سمعته بشكل واضح. مثلا عندك صديقة أو صديق دخل إلى الجامعة ودخل إلى التخصص الفلاني وتروح تتبعه. أنت هني حركة الماء، مسارك مختلف عنهم، فلا تحاول أن تمشي على خطاهم. مثلا إذا أحد الوالدين درس في الجامعة الفلانية، تريد أن تمشي على خطاه. تخصصاتهم في العائلة تخصصات معينة، كلهم مثلا أطباء، تريد أن تمشي على خطاهم. خل يكون لك بصمتك الخاصة في أي موضوع أنت مقرر تدخل فيه أو تقبل عليه. عزيزي، ونشوف ما هي الطاقة الحيوانية اللي راح تحتاجها خلال هذا الشهر بإذن الله. أوكي، كارتين نقلبه. الستارفش عنصرها أيضا مائي، معناته رسالة تأكيدية. كن في عنصرك المائي، كن على طبيعتك. نجمة البحر تتكلم عن الجاذبية، الجمال السطحي وأيضا الكاريزما. وعندنا الترانتولا، العنكبوت الذئبي أتوقع، وعنصر ناري. في الفترة القادمة كأنما هني لك نصيحة أن مش محتاج مثل ما قلت لك أن تأخذ طاقة هوائية،
تصرف على طبيعتك وخلي الآخرين يشوفون إبداعك الخاص. المجال اللي راح تدخل فيه ما يريدون شخص جاد كثير العمل، يملكون الكثير من الأشخاص اللي كذي. ركز على الجانب الإبداعي. ليش؟ لأن أشوف العنكبوت مع أنه جدا مبدع وجدا متميز، ولكن ما في كائن ثاني يقدر يقلده. طريقة حياكته مختلفة. يريدون منك الإبداع، التميز، الاختلاف. هذا اللي راح يخليك تصل إلى مبتغاك في فترة أقل. في فترة أقل أسهل من لو أنك تحاول تأخذ طاقة أنت مش متمكن منها، تحاول تقلد شخص أو تمشي على خطى. لا، أنت عندك هنا مواطن قوة خاصة فيك، استخدمها. مثلا أشوف أنا كثير من الأشخاص عشان يحضرون طبق معين يدخلون المطبخ ويمضون ساعتين وثلاث، ويكون طبقهم جدا جميل جميل، ما راح أقول لك متميز، طبق تقليدي جميل. ولكن دائما برج الحوت لما مثلا يدخل المطبخ خلال نصف ساعة 40 دقيقة يطلع لك بطبق مبتكر من صنع الخاص، أبدا ما في مثله، يعني ما في أحد، ما في فيديو شاهده وقلده، طبق الخاص وفي وقت أقل وقياسي. هذه الطاقة اللي محتاجها. ركز على إبداعك الخاص، هم محتاجين لهاي الطاقة منك، وهي اللي راح إن شاء الله توصلك إلى هدفك. علي برج الحوت.